السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أمل بنس من فرنسا، بلد الثورة الفرنسية العلمانية الماسونية. اليوم الفيديو مخصص للبشبوجات المتحررات البرجوازيات المساويات في الإرث. يعني اليوم الفيديو بتاعنا مخصص للحديث عن المساواة في الإرث في تونس. يعني احنا المساواة قيمة كبيرة جدا، وحتى لو كانت في الحرام والزقوم، أيوة احنا في تونس، نحن في تونس، الحرام نجم يكون حق من حقوق الإنسان، أيوة، ومن حق البجبوج أبو 90 كوش أن يجتهد يا اختي، يجتهد في القرآن، وحتى ولو بتحريف القرآن هو كمان اجتهاد. ومن حق البجبوج اللي عنده رجل في البر ورجل في القبر أن يتعدى على الأحكام الإلهية، يعني باسم العلمانية وباسم الديمقراطية. يعني البجبوج تلقى الأوامر من الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأوروبي قالوا تحب الإعانة، تحب الفلوس، تحب القروض، يعني يلزمك تفرض على الشعب التونسي الشبه المسلم المساواة في الإرث وحذف العقوبات وإلغاء العقوبات على المثلية الجنسية. يعني الاتحاد الأوروبي عايزين نكون مثلهم، ها، لواطيين، تحب الفلوس، تحب الإعانة، كن لواطي. يعني أيضا البجبوج تلقى أيضا التعليمات من الرابطة الماسونية العالمية وقتلوا يلزمك تعمل المساواة، اضرب الدين الإسلامي، اضربوا باش بالمرأة، المرأة كشلاكة، كل قبقاب، اضرب بالقبقاب، اضرب المرأة حتى تكون تضرب الدين الإسلامي وتخلي المجتمع المسلم يتعلمن، أيوة يتعلمن، ويتعلم العلمانية الإلحادية اللواطية. ولكن الدين الإسلامي قوي جدا، مازال واقف، مازال قوي في قلوب الشعوب الإسلامية. يعني هذا الدين العنيد عقبة أخيرة، شوكة في حلق النظام العالم الجديد للدجال الذي يريد أن يفرض على كل العالم الإلحاد والعلمانية والمثلية الجنسية. اليوم يا بجبوجات، يا مليون البجبوجات التي انتخبنا المقلد ومقلد ومهرج بورقيبة، شو باش تعملوا بها المساواة؟ شو باش تسويوا بها المساواة؟ من اليوم الرجل سيطلب منكم المهر، المسكن، يعني حتكون مسؤوليتكم بنفس المسؤولية للرجل. يعني هذه المساواة هي هدية مسممة، يعني نعطيك شوية وناخو من عندك الكثير الكثير، وخاصة بالضرائب، الضرائب على الميراث. الشرع الإسلامي يا بجبوجات، يا معشر نساء الجاهلية، يعطيكم 6 حالات أين المرأة تورث أكثر من الرجل، ويعطيكم 7 حالات أين المرأة تورث مثل الرجل. يعني القانون العلمانية سيعاملكم مثل الرجل، سيعاملكم كشغالة، كعاملة، كعبدة اقتصادية، يعني تأخذ نفس الشيء كالرجل وتدفع نفس الضرائب وأنتن صغيرات، يعني مثل ما هو صاير في فرنسا العلمانية. والبجبوج المبسبس قالك الميراث هي أمر إنساني، هي مشكل بشري، ليس له دخل بالدين. يا عيني على الاجتهاد، يا عيني على العلمانية، الفصل بين الدين والدولة، الفصل بين الدين والحياة، هذه العلمانية ولا بلاش. القضية الأولى لتونس هي قضية الفقر، قضية الفساد، قضية الاقتصاد المريض، هي قضية الشباب البطالة. يعني هذه قضية الميراث قضية ثانوية جدا. ويعني احنا في تونس اليوم فما موظفين مازالوا ماخذوش الرواتب بتاعهم منذ 3 أشهر، يعني المشكل كبير جدا، المشكل الاقتصادي أكبر خطر، أكبر خطورة، المشكل الاقتصادي أكثر خطورة من مشكلة المساواة في الميراث.
بصراحة البشبوج المبسبس يغرد خارج السرب. يعني القضية قضية تونس هي الفقر، يجب القضاء على الفقر، ويجب على العالم أن يعرف أن هذا الخطاب القنبلة الذي جاء في ذكرى عيد المرأة يوم 13 أوت 2017، وجاء في نطاق حملة انتخابية للبلديات، يعني كان الهدف المسكوت عليه هو ربح أصوات النساء والوصول إلى مناصب رؤساء البلدية. أما المسكين رصاص له متهم بالكفر والإلحاد، ما كانش يتصور أن الشيخ وجدي غنيم يدخل على الخط ويكفر ويرد ملحد ويلعنه. ولهذا يعني النتيجة أصبحت معكوسة، يعني المسكين خسر أصوات النساء وخسر الرأي العام. ما هو السر وراء الهجمة الغربية على الأحوال الشخصية الإسلامية؟ يعني هذه الهجمة الشرسة على العائلة العربية المسلمة هي بصراحة يلزمكم تعرفوا أن منذ عام 2013-2013 المجتمع الغربي أخذ منعطف خطير، يعني منعطف يعني أخذ منعطف خطير عندما صادقوا على قانون زواج المثليين في زواج المثليين، وأعطوا الحق في التبني، يعني اللواطيون ينجموا المثليون يقدروا يتبنوا أطفال. يعني هذا القانون كان منزل، كان مفروض على المجتمعات الأوروبية. يعني في بالكم 60% من المجتمع الفرنسي لا يتقبل قانون الزواج المثليين، وبالرغم من ذلك قد فرض عليه هذا القانون. يعني هناك تغير جذري في المجتمعات الغربية، تغير في لا ستركتور دو لا فامي، والمجتمع الغربي اصبح غير مندمج في العالم. ليش؟ لان روسيا وروسيا بوتين رفضت هذا القانون ولم تتقبل هذا القانون، يعني لا تريد أن تفرض نفس القانون على مجتمعاتها، لأن الروس ما زالوا متشبثين بقيمهم وبالدين المسيح الأرثوذكسي. يعني إذا الروس ما تقبلوا هذا القانون، يعني المجتمعات العربية الإسلامية ما قبلوا هذا القانون وهذا التغيير في المجتمع الجذري، يعني المجتمع الغربي أصبح كمجتمع متغرب، مجتمع غراب، مجتمع غير منسجم مع العالم، ولذلك أراد أن يفرض هذه القوانين على المجتمعات وعلى البلدان الفقيرة، وخاصة البلدان الإسلامية. لماذا؟ لأن البلدان الإسلامية بلدان فقيرة وبلدان تتقبل الإعانة، ولهذا تنجم يعني تتقبل، لأن عنا برشا عملاء، يعني عملاء الغرب عنا برشا، يعني كل حكوماتنا عملاء وماسونيون، ولهذا يعني الغرب حاول أن يفرض قانونه، أن يفرض عقليته اللواطية على المجتمعات الإسلامية عن طريق عملائنا. ولهذا جاء قانون الإرث، قانون المساواة في الإرث، وقانون الذي تريده يريد أن يفرضه الاتحاد الأوروبي على تونس، هو إلغاء القوانين، إلغاء العقوبات للمثليين. أنا خايفة يوم من الأيام نقوم من النوم يقولوا لي سمعت الخبر، نقول لهم شو الخبر، يقولوا لي تونس خرجت من الإسلام، يا لهوي يا لهبي، يا حبيني. وخلاصة هذا الفيديو أن اللي صاير في تونس واللي صاير في الخليج العربي هي حرب قائمة ضد الدين الإسلامي. يعني إذا ما فماش ريزيستونس، إذا ما فماش مقاومة، ينجم الغرب يغلب، ينجم الغرب ينتصر على المسلمين، في وإن شاء الله يا ربي النصر للإسلام وللمسلمين
وإن شاء الله نكونوا كلنا مقاومين ومتحدين في المقاومة ضد العدو الإسلاموفوبي.